قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: ما معنى قول ليس العاقل الذي لا يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل يعرف خير الخيرين وشر الشرين؟ نعم، هذه ستأتينا إن شاء الله. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، بمعنى أن كل العقلاء في الجملة يعرفون الخير ويعرفون الشر، ولكن الذي يتفاوت فيه الناس هو معرفة خير الخيرين. إذا اجتمع عندك خيران ولا تستطيع أن تفعلهما معا، العقل أن تعرف ما هو الأعلى مصلحة لتقدمه على الأقل. يعني مثلا وأنت ذاهب إلى المسجد رأيت شخصا صدمته سيارة، فالآن عندك خيران أن تذهب تصلي مع الجماعة وأن تنقذ حياة هذا الذي صدم. العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين، هنا الأعلى مصلحة، وهو أن ينقذ حياة هذا المسلم أو هذا المعصوم ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة. أو يعرف شر الشرين، إذا اجتمع عنده حتى يدفع الأعلى بارتكاب الأخف. وسيأتينا إن شاء الله، وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوة، حتى في تعامل الناس، تعامل الإنسان مع أهله. أحيانا في ظل الحياة تكون في بيتك بين مفسدتين، فالعاقل الذي يدرك أعلى المفسدتين ليدناها بارتكاب الأخف إذا تعين عليه هذا. وهذه ستأتي لها أمثلة من الحياة مهمة جدا. والذي لا يدركها يجلب لنفسه ولغيره الشر. نعم. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.